السلام عليكم اخوتي. اخويا يوسف كي داير؟ بخير. كي دايرين اخوتي المغاربه؟ واش نتوما لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ انا واحد السيده واحد اختكم في الاسلام، راها ساكنه في سلا، ساكنه في سلا، وكندير الدياليز 3 ايام في السيمانه. الدواء الحديد اخوتي المغاربه ما لقيتش باش نشريه، كنوقف ونطيح، ودابا خصني واحد التحليلات. انت كتشوف هذا المرض عارفينه نتوما مكلف، ها هما التحليلات عطاوهم لي وباقا ما لقيتش باش نديرهم، حيت لابوراتوار كيسال لي تحليلات اخرين. ايوا واش غادي؟ الحمد لله الحمد لله. كنطلب منكم اخوتي، راكم عارفين الصحه ما كنقدرش نخدم، وما لقيتش باش نخلص الكراء، وما لقيتش باش نشري الدواء، وما لقيتش باش ندخل الدراري للمدرسه. الله يجازيكم بخير الى ما شوفوا من حالي، الله يوقف معكم. كنطلب من القلوب الرحيمه تعاون معايا باش ندير غير هاد التحليلات هادو اللي غاليين شويه، وباش نشري الدواء الحديد. الله يعطيكم الصحيحه والله يفرحكم.